الشعب المسلم وين؟ الغضب العربي وين؟ الدم المسلم وين؟ الشرف العربي وين؟ وين الملايين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كل شيء شاف هذا الشخص هذا اللي هو ذو أصول عراقية، وأنا نقول حاشا واش أن عراقي، لأن العراق كنعرفوا الأصل ديالو الناس ديال النخوة والشهامة، ما يدوش بحال هاد الأفعال هذا. هذا باش يطلب اللجوء ويعيش في واحد الدولة اللي هي أوروبية اللي هي السويد، عطاتو الحق بأن باش يدير هاد الفعل، وهاد الفعل اللي هو مشين نقدر نعترف أن نعتبر هاد الشخص هذا خائن لوطني ولديني. هذا حياته غتكون عذاب، لان من بعد هذا الفيديو هذا كان كيفتخر هز الكارو عفت على القران وحرق القران، غيعيشها بداك الخوف اللي غادي يعيش به، في داك الدير ديال الخوف اللي غادي يعيش به، والتوهمات اللي غيوليو فيه، غيموت بوحدو ارمى الخلعه، ولا كيستنجد ولا كيدير فيديوهات حقا راه تسربوا المعلومات على السكن ديالي في السويد، حقا راه جاوني تهديدات راه ديال القتل، والسلطه السويديه اللي عطاتني الحق بانني باش نحرق القران ولات كتراخى على الحمايه ديالي. اذا انت كنتي كتباها بالسلطه السويد والقران مزياش والقران كيهدد الامن والسلامه ديال السويد، ها السويد قلبات عليك. اجيو تفرجوا في السيد هذا كيفاش ولا دلدول وكيستنجد في التيك توك بعباد الله باش كبيسو وباش انا ديروا تصويرتي وانا درت واحد الانجاز وحرقت القران ضد داك العمال، حتى نتوما شو حطوا التصاور ديالي عندكم في بروفيل وقولوا ان السلامه ديالي مسؤولي ديال السلطه السويد. تفرجوا واحد الحاله كيولوا لك بحال الكلب. تفرجوا السويد مسؤوليه امن وسلامتنا اثنيناتنا، لان هناك تهديدات حقيقيه دوليه. انا راه عاد شعل سويد الحاله ولا فيها ديال الكلب. اي شيء يا سيف سامي، انت ليش تستهين؟ انا افكر بعيد فلوس تسوي كل شيء يا سامي، انت تستهين بعقلي. اوكي حبيبي اوكي. انت ماكو شيء عليك، كلها سلوان امريكا وسلوان اخريكا. لا حبيبي لا، انا وياك دائما بصورة هذه ما اخاف عزك زين، احنا اتبعنا القانون السعودي. وعلى اساس انا ماكو شيء جاي ارجف اني يا اخي. افهمني يا استاذ سلوان حبيبي، لا تطلع اللي بايدك لو سمحت عشان البث. اوكي اخواني اللي موجودين في البث بعد اذنكم كبسوا على الشاشه واعملوا شير للجميع. ديلا دهاني ديلا تنها لايفن ويلا دنوسا. كرر مره ثانيه اخ اوتي، كرر حكيك. اوكي ام جوتيل كاني الله سم فين سي دها لايفن ديلا لايفن مي ايربن و مي لا كرر انه حياه سلوان موميكا في خطر، هناك تقصير في حمايته من قبل السلطات السويديه. سلوانز ليف ار ايفالت يست نو افتدي سمها هنتي غور بوليس مستفشتو دهر دهر ابو البالت دهر انتس كوي. سامي قول. شكرا حبايبي، ادعموا بشارك تيك توك حبايبي، ضعوا صورتي واكتبوا عليها بس مجرد ايام، اكتبوا عليها نحمل السويد مسؤوليه السلامه وحمايه امن سلوان موميكا. لازم حطوا صورتي واكتبوا عليها. تطلع لازم تصور الفيديو وتطلع ترند بس زين، هواني انه اكتب لك اياها اعلمك هي كل شيء كلش صغيره. اوكي زين سدار سلوانز ليف اي فورا. اوكي انا هور فوت امونغ هود. اوكي هاسني دي بارا سو في بير بوليسنا اتوكو دان هار سيتوخونتي اول بار سيتوخون دار اني ان سكوي دان لاري هوم ماني هان سليف كومر هاند نوتينغ ما سالو ان دوير بليغري نوتينغ سو ميتا السلطات العراقية طالباش بان التسليم ديالو، وتا السعودية تا هي طالبة التسليم ديالو، خرج مذكرة في حقه. سو بوليسنا اكتا دار نوتينغ بار بار كومر هاند نوتينغ نوري ايرن ان سفار ني كومر بلي خوين ديجا فراتني كنت انتلكسون queen the house so ni moste ni moste liksom göra någonting angående den här situationen alltså hela världen har blivit katastrof nu. Okej jag hoppas att ni har min röst, jag tappar rösten liksom på grund av كبس وشارك حبايبي، كبس وشارك. اعطيني مجال على مود اوصل ال ايه اوكي
ماني قلت انه شويه لخم منه اعطيها مره كلوكه اذا شويه ارتاح اخذ لي بيكس صوتي طبق حبايبي كبس وشاركوا كبس وشاركوا كبس وشاركوا انا قفلت الكومنت لانه ازعاجات هوايه ويكبرون وهاي تكبيرك زين منك باكر انت وطيسي زين كبس وشاركوا حبايبي زين انت تكبيرك تمام الف مره قلت ما جيت اشوف الحمله تمام اخواني خلونا نوصل البث 100,000 لايك كبسوا كبسوا على الشاشه كبسوا على الشاشه احنا 3,000 شخص يعني بدقيقتين ممكن نوصل 100,000 الشير علامه الشير تحت السهم اللي تحت اضغطوا عليه وشيروا مع اصدقائكم شيروا خلي عم يصلوا علامه التيك توك شيروا غشيروا بكثير شكرا امك معنا بقاره حبيب قلبي شكرا حبايبي تابعوا لي الاخوه اللي على القس وكبسوا لحتى نعبر 100,000 كبسوا وشاركوا البث كبسوا وشاركوا منو قفل التعليقات منو قفلها سامي ليش تكرار مو زين لا عادي تحت انطي حريه يا محمد انطي خليها سلوان اذا بنوصل 100,000 لايك ها اللي كر اوكي اغلقها وخلي نوصل 100,000 وبعدين تمام اغلق الناس تركز على اللايكات والشير نص الشير 500 طيب اوكي انطيتك شو اسمه اشراف اوكي شكرا حبيبي تابعوا لي وتابعوا لي سامي حبايبي اللي جاي تشاهدون البث كبسوا وشاركوا تضامنوا معي مثل ما وقفت هالوقفه الشجاعه بالنسبة لي شي حاجة واكتبوا عليها نحمل السويد دل. مسؤولية أمن وسلامة سلوان موميكا ضعوا صورتي على الفيسبوك وعلى حساباتكم أنا نعتبره هاد الزرو هذا في الأول كان كيفتاخر كان مخبي مور البوليس وكان واخد صريح أن باش يحرق القرآن ودير وكان كيتفرعن وكانوا الناس بزاف كيحاولوا يحتوا باش ما يديرش هاد الفعل هذا هو داروا على قبل أن باش يبقى في السويد ويعيش في السويد هو عايش في السويد كان ما عايش مرتاح هو عايش في السويد وراه داير بحال الكلب هو عايش في السويد سالات الفتره ديال البيبليسيتي اللي غادير معاه الامن والحمايه ديالو سالات وصلوه فحالو للدار وصلوه دابا ولا كيطالبهم باش يحميوه سمح لي راه سالات عرفتي راه ما يمكنش هذا قبل من يومين من نفس المكان وبنفس اللباس قارو كيكمي مع راساتو والثقة وما يقدو يديرو حتى شي حاجة وانا دابا في السويد سويد بلاد ديال الحضارة الرقي والقانون وحقوق الانسان ودابا وحملوا السويد سلامة صحتي وحملوا السويد سلامة تهددوني بالقتل كيديرو خليتي حضارة على ضفاف بلاد الرافدين واصالة ديال العراق والعراق راه فخر العرب حنا كمغاربة كنفتخروا بأهل العراق وكنفتخروا بالنخوة ديالهم والشهامة ديالهم بغيتي تولي ملحد الله يسهل عليك بغيتي تولي شي واحد كيتشمك الله يسهل عليك بغيتي تعيش شي مادة لجو سياسي الله يسهل عليك ولكن راه ما تمس المقدسات ديال المسلمين راه ما يمكنش سواء المسلمين ولا غير المسلمين لأن المسيحيين في السويد خرجوا ضد هذا الفعل اللي درت شي هادو مسيحيين وخرجوا ضدك انت اللي كنتي مسلم وبعتي راسك بالرخا راك بحال الناس هادو الى مزبلة التاريخ وان الله يمهل ولا يهمل